لا إله إلا الله جد علينا بالقران ما في حال ما نريد هو رجل مؤمن رحمة الله علينا وعليه. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام شووا صفوفكم وأوتروها وأخلصوا الدعاء للميت فاعتبروا يا أولي الأبصار فاعتبروا يا أولي الأبصار فاعتبروا يا أولي الأبصار الله أكبر
الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم. اين غي قدر نعتبر اين غي قدر يفكر بنادم اين غي قدر يستخدم راه من عقل الناس اين غي قدر يستخدم راه من دماغ الناس لان الدنيت لا يسمح الله لا عندك لا ما عندكش دور كي لا تا الدنيت شوف القبور دغيا يونا ديان وري اللي ما دي خاطر ولا ما دي غزيف ولا ما دي قزول كيونا على قدر يعني ونا الناس ولكن القبر التي تزال ربي سبحانه وتعالى في الاعمال اللهم اجعل قبورهم مد بصرهم يعني الله سبحانه وتعالى القبر يبقى لك سيك ربي سبحانه وتعالى اي داك ماشي خسيد هذه اللي الحي انت حيد ماشي خسيد هذه اللي الحي انت برا ماشي خسيد هذه اللي الحي انت ازاي ماشي خسيد هذه اللي الحي السلاحه ماشي خسيا ولكن الله سبحانه وتعالى من يعلم الله في قلوبكم خيرا كانت شهرة كده كانت شهرة كده 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 رجع اختي وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صباح الله العظيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي متنا يموت تصور ربي سبحانه وتعالى هذا هو تغيب الصفاق بيه هنا يا الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا دفنت الموتى فانتظروا الله فإنه لا يفعل سبحانه وتعالى لا شك في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا لا أقول شيئا بل هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعو له فإنه الآن يسأل فاللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم تجوز عنه اللهم يا رب في هذا اليوم المبارك وفي هذا المجمع المبارك نسأل الله سبحانه وتعالى لفقيدنا أن يرحمه وأن يغفر له وأن يتجوز عنه وأن تجعل قبره روضة من رياض الجنة يا رب العالمين اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة اللهم نقيه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسله بالماء والبرد ونقيه من الخطايا يا رب العالمين اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجوز عن سيئاته يا رب العالمين كل ما دوك بسكرنكا وكل ما ديخدمن عدوني خلص ربي سبحانه وتعالى حسنا صحتني النون عز ربي هذه تخلاصن عز ربي سبحانه وتعالى هذه تخلاصن عزورينا دوني خلصة وديون من كان يفعل شيئا فليفعله لله سبحانه وتعالى وإن يسكرنكا يسكت لله سبحانه وتعالى أن تستري ربي سبحانه وتعالى يشرن الناس أي تماس لا إلا في صفة عامة أسي متغاو
هاتين السيده ديك الله يعمرها دار، كلشي يشهد بذلك، كلشي يشهد بذلك، كلشي يتشهد بانه ديال السيده حلاله ديك تنستر ربي سبحانه وتعالى يرحم مولانا اهلا بشي رمزان ولو قلت لك ما عرف الصبر، هذا هو يرزق ربي الصبر هو السلوان، هذا هو يرزق ربي الصبر الجميل، هذا هو يرزق ربي الصبر الجميل، هاي التعزيه هذه عشر ربي الخطوات، هذا يخلص ربي سبحانه وتعالى يخلصون الحسنات، هذا يختم ربي يختمون الايمان، يختم خص لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، راغبتني رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان اخير كلامه لا اله الا الله، من كان اخير كلامه لا اله الا الله دخل الجنه. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. الله يرحم الوالدين لونا خلقهم لنا كدونا يضرب بالاخدم من الجنه، الله يرحم الوالدين، كدونا يضرب بالاخدم من الجنه، اكون كرسي الله يجزيكم بخير، الله يجزيكم بخير. ايتما جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، اسال الله سبحانه وتعالى باسمائه الحسنى وصفاته العلى وبكل اسم سميت به نفسك او علمته احدا من خلقك أن تجعل قبر أخينا روضة من رياض الجنة. اللهم اغفر له يا رب، اللهم ارحمه يا رب، اللهم ثبته يا رب، اللهم يا ربي إننا نسألك أن تثبته، اللهم اجعل روحه مع روح الأنبياء والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، اللهم اجعل قبره يا ربي يفوح عطرا ومسكا، اللهم وسع عليه قبره مد بصره يا رب العالمين، اللهم كلما قدمه من خير يا رب فاجعل ذلك في ميزان حسناته، اللهم ثقل ميزانه بالحسنات، اللهم ثقل ميزانه بالحسنات، اللهم بدل سيئاته بالحسنات، اللهم اغسله من الزلات والسيئات كما ينقى الثوب الابيض من الدنس يا كريم، يا رحمن الدنيا والاخره، ارحم ميتنا هذا، اللهم ارحمه برحمتك يا رب، اللهم ارحمه برحمتك يا رب، اللهم وسع عليه قبره، اللهم ادخله الجنة بلا حساب، اللهم ادخل الجنة بلا حساب، اللهم الحقنا به مؤمنين، اللهم الحقنا به مسلمين، يا رب اجعل اخر كلامنا في هذه الدنيا لا اله الا الله محمد رسول الله. اللهم اصل عبادك وفهي نتاج منذ رحمتك واحي بلدك الميت، اللهم اسقنا الغيث ولا اجعلنا من القانطين، اللهم اصل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اسيادي داوني الترسيح حسن المصالحة والناس يتفار ان شاء الله رحم والدين ينتي والرب بدا يتفاس بدا يتفون بهم.